Bienvenue dans ce sanitaire. Yeah. Un message vocal tu fais à son côté. واخا هنا على اليمين كاينه واحد باحه استراحه عطينا نعملو اجي نمشيو ليه اجي نوقفو هنا ما كاينينش الناس بزاف هاد باحه استراحه ما كيعرفوهاش الناس بزاف حيت كاينه غير في واحد البالون صغير ما باينش اصلا عندهم حاشاكم نتوما ملي الخير واحد الطواليت هنا حق ما فيهش الدوش البلايص هنا اللي بغي بيكنيكي يجي هنا هاد البلاصه ما كيعرفوهاش بشر بزاف عرفتي شنو نعملو اجي نمشيو ليها ونشوفو واش نقيه من الداخل كيفاش دايره على حسب ما كيبان لي الدنيا نقيه الربيع يلاه تقطع وما كاين حتى شي زبل مرمي في الارض هاد البلاصه هادي لي تواليت دجال ودنسه غير كتدخل الماء كيترش باش كنقي البلاصه اللي كيبقى هنا هي كل 20 دقيقه لازم علينا نخرجوا وهذا الباب كل 20 دقيقه كتحل هذه مشدوده دابا هنا كاينه الصابون هو تك 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 شنو كدير هنا كتشلل وكتجيون هنا هذا باش كتنشف يدك ولكن على حسب ما كيبان لي راه ما خدامش مهم هنا كيقليو حشوم نتوما مولاي الخير كذا 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 كيرميو الزبل ديالهم هنا وملي الواحد كيسالي هاد الارض هادي كتشوف هاد هنا الماء كيخرج من هاد الجهه ومن ديك الجهه راه هي ومن هنا ومن هنا ومن هنا باش كتنقى الارضيه باش الارضيه هادي كامله كتنقى هنا كتحط حوايجك وهنا الناس ديال الاحتياجات الخاصه كيقدو يشدو مثلا هنا ولا الناس اللي شارفين ولا اللي ما عندهم شي مشكل باش يجلسوا ولا فرجل فهمتي كيفكروا فيهم حاجه مزيانه فهمتي المهم اللي كنساليو من هنا هادشي اللي غنعملو انا يدي دابا غسلتها غادي نستعمل هذا ونجي نحل به الباب ونحط هنا اصلا الماء غادي يتكب بوحدو ونجي غادي نحل الباب بالكود ديالي في الطوموبيلات كاين مكان خاص بالناس ديال الاحتياجات الخاصة وهنا مثلا شوف هنا هاد البلاصة هادي اللي بغى يهبط يتسركل على رجليه كتشوف اللي بغى يمشي يتسارى كاين واحد الواد راه هو لهيه هنا شوف هنا فين اللي بغى يمشي يجلس يبيكنيكي ياكل هنا عندهم اللي سالا يقدر يمشي يرمي الزبل تماك نزبل شويه هنا واحد البحيره هي هنا هاي
شكرا اخوان على المشاهده. الله يرحم الوالدين. كنشارك معكم اللحظات اللي كنشوفها كتستاهل تصور. دمتم في رعايه الله والسلام عليكم.